اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده بنجدد عليكم اللقاء من جديد في حلقه جديده من برنامجنا، وبصبح عليكم وبصبح على كل الناس الجميله اللي صاحيه بدري النهارده عشان تتفرج علينا. بصبح عليك يا سحر، صباح الخير عليك. صباح الخير يا شيماء، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام، ويا رب النهارده تكون الحلقه بتاعتنا حلقه مفيده وممتعه، وجمعه مباركه وسعيده عليكم باذن الله. الحقيقه يا جماعه النهارده حلقتنا مليانه اشراقه، مليانه اصرار وتحدي. حلقتنا النهارده يا جماعه، او زي ما بنقول كده، او يمكن انا مش حابه اقول يعني ضيفه حلقتنا، حابه اقول عليها بطله لانها تستحق البطوله دي. والبطوله يا جماعه مش غريبه حقيقي على سيدات مصر العظيمات. بطله حلقتنا النهارده يعني سبحان الله قررت ان هي ترضى بقدر كتب عليها، وكانت في يوم وليله ما بين ايادي الرحمن سبحانه وتعالى، والرضا بتاعها كان مختلف شويه. كان الرضا بتاعها كان مختلف في ايه؟ ان هي قررت قمه الرضا ان ترجع بشكل قوي جدا وتحط بصمه في المجتمع وفي الناس، وتكون بصمتها مختلفه. فقامت من تاني، رغم ان اللي اتكتب عليها ده يمكن هياثر عليها طول حياتها، هيفضل ملازمها على طول، ان هي تدرس من ارشاد اسري لبرمجه لغويه لغايه ما بقت مدرب معتمد، تنظم مؤتمرات، دخلت في مجالات عده وانجزت انجازات مختلفه. تعالوا نرحب ببطله حلقتنا النهارده، استاذه اسماء محمد لمعي. اهلا بيكي، يعني منورانا بجد. انا سعيده جدا بوجودي معاكم، وعايزه اشكرك على المقدمه الجميله ديت. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه اسماء، منورانا. ربنا يخليك يا رب. منوره القناه كلها. ربنا يخليك يا رب. احنا عرفنا قبل نبتدي الحلقه ان الموضوع بدا معاكي بضغط عالي، بميه زياده في الجسم، بقرار انك تعملي عمليه تدبيس في المعده، بس هي للاسف عمليه التدبيس خدتك في متاهات، يعني خلتك في متاهات كتير، ومن هنا بدات حكايه استاذه اسماء. تقولي لنا. هو انا كنت بعاني من الضغط العالي، وقررت ان انا يعني اعالجه، فالحمد لله كنت بتعالج منه، بس كان بميه زياده بتحصل في جسمي. افتكرنا الاول ان هو من الوزن الزياده، فرحت بطبيعه مع دكتور وعملت رجيم، بس برضو الميه بتنزل بتزيد، الجسم بتزيد. بينزل بس الميه بتزيد. في ناس نصحتني، كان ساعتها التبيس عمليه جديده بتتم، فقالوا لي ان التبيس هيخلصك من اي دهون، وكمان يوفر عليكي موضوع الميه. احنا ساعتها كنت مع جوزي واولادي في خارج مصر. فكنت متابعه مع الدكتور، بس تواصلت مع دكتور في مصر، هو كان دكتور يعني اصحابي وبعض الناس من اقاربي عاملين عنده. هو دكتور يعني شاطر ومشهور او كويس، برغم كل اللي حصل انا مش هقدر اقول ان هو، بس هو حصل خطا وهو لم يدركه في الاول، يعني هو ما كانش عارف ايه اللي بيحصل. تمام. فابتدت القصه وعملت التحاليل ونزلت اعمل العمليه في مصر. وعملتها. العمليه المفروض بعد العمليه بيبقى فيه 3 4 ايام بتكوني ايه متواجده في المستشفى متابعه، وبعدين بتخرجي. فانا اولا انا خرجت من العمليه مركبه درنقتين، هو المفروض بنخرج مركبين درنقه واحده. فانا خرجت مركبه. ده معنى كده ان كميه الميه اللي نزلت طبعا كل الناس كانت بتبقى، حتى الدكتور الممرضه، حتى انا، كنا فرحانين. فرحانين. في اعتقادنا ان الميه بتقل بتنزل، فكده يبقى القصه اللي احنا عاوزينها ابتدت تحصل. طيب انت لما الميه قعدت تنزل كتير في الاول، يعني انت كنت بتقولي فرحانه، امتى بقى بدات ان تقلقي؟ لا هنا كده الموضوع بدا يخش في ده مش طبيعي، يعني امتى خدت يعني بدات تقلقي وتفكري ان انت تقلقي؟ انا كنت لجوزي، يعني سافرت تاني خارج مصر مع جوزي وولادي، رجعت لهم، بس انا كان المفروض بسافر من غير درنقه، انا مسافره بيها، يعني عمل لي تقرير طبي مسافر، لان كانت المايه نازله، فكان قال لي ما نشيلهاش تفضل موجوده. لما وصلت هناك كان قايل لي لو حصل ان الميه خرجت بره الدرنقه اطلع بسرعه على اقرب مستشفى. حاجه مش كويسه. وفعلا انا هناك ساكنه قدامنا المستشفى، طلع جوزي طبعا هو تعب معايا جدا في كل المرحله، وشفت منه اكبر دعم واكبر معاناه، وعايزه اشكره يعني على الهوا ان هو كان دايما بيساندني، ما كانش معترض على اي حاجه، وكان دايما يقول لي خليكي قويه وكملي. فابتدت بقى دخلت المستشفى. انا اول ما دخلت المستشفى في الطوارئ كان في دكتور، لو ينفع اقول اسمه، اسمه دكتور ايمن، هي دي البدايه. عايزه برضو اشكره، قال لي الميه دي ميه يا التهاب يا بنكرياس يا كبد. دي كانت البدايه. يا التهاب. التهاب في ايه بقى؟ او كبد. التهاب في مش ميه في البنكرياس او الكبد. مش صح اللي احنا بنقوله. مش صح.
وابتديت بقى رجعت بقى وعملت. طب يعني انت رحتي للدكتور من نفسك ولا كان في حاجه بتستدعي ان انت؟ خرجت الميه. دكتور اللي هنا قال لي اطلعي على طول هناك، وطلعت فعلا. ودكتور الطوارئ ممتاز برضو هو اللي قال لي زي ما قلت لك كده. طب ايه المضاعفات اللي حصلت لك نتيجه الموضوع ده او المشاكل اللي حصلت لك، وهل هي لسه مأثره عليكي لغايه دلوقتي؟ ايوه، هو طلع ان في قطع في البنكرياس، فده انا نزلت مصر طبعا وقعدت فتره طويله في المستشفى. برضو بشكر استاذه، هي ممرضه استاذه سميره، يعني ربنا دايما بيحط الجنود من عنده. انا يوم ما دخلت سميره ما خدتش ولا يوم اجازه لحد ما خرجت المستشفى، هي رفضت. وكانت دي الفتره العصيبه اللي كنت خلاص يعني حاسه ان انت طبعا لان جوزي ولادي هناك، انا نزلت المستشفى في مصر. فدي كانت الفتره العصيبه الصعبه، لان كان من غير اكل ومن غير شرب، البنكرياس طلع اكبر ما احنا فاكرين في حجمه، ان هو المفروض ما نفرحش، يعني اي انفعال في حياتنا بيكون البنكرياس بيتفاعل معاه، فعشان المايه تتوقف لازم يبقى الواحد متوقف عن الفرح الحزن اي حاجه نفسيه. في الفتره دي انت امتنعت عن الاكل والشرب؟ مش انا امتنعت، هم منعوني عن اي حاجه خالص، كانت عباره عن محاليل بتتاخد واكياس بروتين وفتره، يعني مفيش حاجه عن طريق ممنوع تماما علشان البنكرياس ما يشتغلش فيفرز. بس انت كمان عرفتينا اني من ساعة الواقعة دي وخلاص ما بقيتيش بتاكلي اصلا، يعني تقريبا ما بتاكليش. بعديها بقى حصلت التهابات في المريء وفي المعدة وانسداد، لان فترة طويلة طبعا، يعني المشكلة حصلت الجهاز الهضمي كله من اول البلع لحد الجهاز الهضمي. يعني لغاية دلوقتي حضرتك ما فيش اكل مباشر؟ حاجات بسيطة، وهي يعني الالتهاب الحمد لله يا رب، الحمد لله لاقصى درجة ممكن ربنا ينعم علينا بيها بالشفاء، هي اللي موجودة. بس طبعا الالتهابات بتزيد مثلا بانفعالك في الشغل، بفرحتك زياده، فدي حاجات حياتيه موجوده. عشان كده انا قررت ان انا اتعايش معاهم. يعني انت قعدت قد ايه بالظبط بقى ما بتشربيش ميه؟ عشان يعني هي مش ميه، هو انا ما كنتش بشرب حاجه. اول مره حاجه خالص شربت حاجه كان في مصر بعد حوالي 33 يوم من المحاليل فقط بروتين، خدت بق عصير اناناس. تمام. وانا من يوميها بطلت اشرب عصير اناناس خالص، يعني خلاص كرهته. بفتكر موقف بس كان مش هنسى اللحظه ديت، لان يوميها كان ساعتها في التليفون جوزي معايا على التليفون. ده ساعات ده 30 يوم اول مره ادوق حاجه. تدوقي حاجه خالص؟ تمام. بس حضرتك قلت لنا قعدتي يعني فتره كبيره، شهور بقى ما حضرتك نرجعنا نشرب ايه او ناكل ايه حسب تقبلي او قدرتي. فانا ما كنتش بعرف ابلع ميه. طب اول مره بقى تشربي ميه كان ايه احساسك ايه، وكان يعني احساس يعني جوزك واولادك يعني بعد فتره طويله؟ خاصه هي بتقول قعدت مش عارفه تبلع الميه، وكانت موضحه ان 10 شهور تقريبا او 11 شهر. نسيتي طعمها يعني من الميه فعلا، هو ده الاحساس، ان انا كنت فعلا طعم الميه نسيته بجد. في حاجات كتيره جدا طعمها كله نسيته، التذوق نفسه بتبقي خلاص كل حاجه واخدها بالكانولا، فما فيش حاجه. بس يعني يوميها انا حسيت، يعني قلت اول حاجه الحمد لله. يعني انا يوم قلت لجوزي ان انا شربت ميه، يعني هو كان فرحان، مش عارف اوصف الفرح اللي هو حاسس بيها. يعني الحاجه اللي فاكرينها عاديه في حياتنا وطبيعيه، هي نعمه، هي نعمه. شرب الميه لوحده نعمه لا يدركها الا اللي اتحرم منها. عشان كده لما يعني بدات تقومي وتشد حيلك كده بعد الوعكه دي، حسيت بقيمه النعم دي قوي، فقررتي ان انت ما شاء الله اللهم بارك زي ما احنا شايفين. اكتر من فرصه للحياه، اكتر من فرصه ان انت ترجعي وتبقي بقوه، فكان لازم ان انا اشكره واحاول على قدر الامكان ان انا استغلها، اعوض احساس ولادي وجوزي بالفتره اللي هي العصيبه اللي لسه مكمله. انا مش عارفه انت رايحه فين. ما هو ده احنا عايزين نتكلم فيه بقى، نتكلم على الجانب المشرق. يعني ما شاء الله بقت نائب مدير عام شركه اي جي اف للتدريب والاستشارات، وكمان يعني عضو مجلس لاداره مؤسسه هي تحت الانشاء لسه ويتابعها لوزاره التضامن. والله ما بالك بقى غير الحاجات الكتيره، شهادات اللي حصلتي عليها، يعني حاجات جميله جدا. عايزين نحكي برضو للمشاهدين علشان يعني نفهمهم، ممكن الواحد يبقى على بالعكس، يعني على قد ما هو مريض او عنده فيه حاجات ابتلاءات، لا يقدر يعمل بيبقى عنده قدرات. وانا في فتره المرض لما رجعت بقى لجوزي كنت طبعا ساكته ده بره مصر؟ لا بره مصر. كنت ساكته وكنت لسه ما فيش حاجه. هو كان ليه الفضل ونقطه الانطلاق اللي سببت لي التكمله، انه لقى مكان بيعمل تجمع سيدات وعباره عن حفله وكده، اشترك لي فيها
ووصلني واستناني ورجعني، ودي كانت البدايه. احنا معانا دلوقتي على الشاشه صور الشهادات اللي حضرتك حصلتي عليها. ده جزء يعني مش كل الشهادات. ده الجزء بقى لما بعد كده لما جيت في مصر. ده الجزء اللي انا حصلت عليه لما الرحله اتغيرت ونزلت. بس هو كان في يعني حاجات حصلت خلت رحله النجاح اللي بداتيها بره توقفت، وحصلت ظروف نزلتك مصر، بس ابتديتي تاني. ابني الكبير كنا نازلين نقدم في الجامعه فقدمنا، وفي ظروف كده معينه حصلت ان انا فضلت موجوده في مصر. طب ايه بقى المشوار بتاعك هنا بقى في مصر؟ مشوار النجاح ليا برضو يعني مش عايزه اقول، هي صاحبتي واختي وصاحبه عمري دكتور هايدي طاهر، فاحنا كنا بنتكلم على ان احنا صحاب وبحكي لها، وكان ساعتها ابني في الامتحان بيقدم في الجامعه بتاعته، فقلت لها يعني ان انا قدامي فتره طويله هكون متواجده وانا بحب الشغل. فهي قالت لي طيب انا عندي شركه اي جي اف وتعالي. وطبعا كصاحبه يعني عايزه اشكرها جدا جدا، دي كانت نقطه الانطلاقه اللي هي بعثت لي فيها ان انا اجرب. رحت وقابلتها، ويعني عايزه اقول لك الفرصه كانت داعم ليكي. ادتني فرصه وادتني دعم وادتني تشجيع وقالت لي. اول حاجه بداتي بيها ايه بقى؟ انا لما رحت كان في هناك الاستاذه رانيا، هي موجوده في المكان من زمان، بنت المكان واقدم مني يعني، وكنت بتعلم بقى جنبها يعني، كنت بصور الاوراق وبشوف وهي بتسوق ازاي، بتسوق ازاي، نتعامل مع العملاء ازاي، يعني ازاي ان انت تبقي في المكتب متواجده وتعاملي العميل باسلوب كويس يحببه ان انت تشتركي في كورس او تسمعي منه اي حاجه. فرق التعامل مع العملاء يعني، لان احنا مركز اي جي اف تدريب واستشارات، بندي كورسات وبندي يعني مجالاته واسعه. وهو اصلا متخصص في المنسوري برضو، دي كانت برضو حاجه جميله جدا ما كنتش اعرفها. غيرت فيها برضو حاجات كتيره جدا لما رجعت مصر. هدت من نفسيتي، في تغير، بتلاقي نفسك بتغير من غير ما تحسي لما بتتعمقي في المنهج. اكيد انا دي بقى الخطوه الجديده اللي انا بحاول من خلال ان انا نائب اكاديميه اتش اس اس اي ان انا اتطرق لمنهج المنسوري من خلال وادرسه. طيب احكي لنا عن الفتره اللي كنت بتدربي فيها سباحه، يعني هل تدريبك للسباحه او يعني ايا كان الرياضات المائيه ما كانش بتتعارض، خاصه ان انت كنت قعدت فتره بتركبي كانولا يعني بتنزلي الميه ولا ايه؟ يعني احكي لنا برضو تفاصيل الجزئيه دي. الفتره دي فتره التركيبات دي كانت في المستشفى، وخلاص لما خرجت المستشفى ما كنتش مركباها. يعني اثناء الفتره دي ما كنتش مركبه كنت لسه كنت لسه ما دربتش. انا بعرف يعني انت عارفه في مصر بعرف اعوم من زمان، بس ما كنا كده يعني. لما رحت هناك وزي ما قلت لك كده، وجوزي اشترك لي في الجيم ده علشان كان لازم امارس رياضه واخرج برضه عشان مساله البلع. فكان بيشجعني جدا ان انا اروح وعشان ما امرش بتمارينات التنفس النفس علشان خاطر اشتركت هناك. وكان في هناك بقى اللي عايزه اقول يعني من قلبي الف شكر من قلبي كوتش خصوم. هي يعني البدايه الفانوس السحري كده لما تمسكيه، هي اللي حطتك على الطريق. بس الطريق هي اللي اكتشفت جوايا ان انا اقدر اضرب سباحه، اقدر اضرب اكوا، اقدر اضرب ايروبكس، وخدتني معاها وبقينا بندرب. وفي اي فنادق بيبقى فيه مكان للجيمات دربنا بقى سباحه، وعملنا كان في كمان بعض الحالات الخاصه بتيجي. الحمد لله يا رب قدرنا نتعامل معاها. وبصي ترتيبات ربنا ان انا تعاملي مع حالات خاصه بيساعدني دلوقتي في في المنسوري. برضو درست يعني متدربه عندي، فتحت حضانه. وهناك في برضو مدارس بتبقى فيها نوادي سيدات للجيم السعوديه، ممكن تعملي تطوع وتدربي الناس تنصحيهم. حاولت ان انا كل طاقه عندي اوجهها للسيدات اللي هم حاسين ان مثلا انا ما اقدرش اعمل، انا تعبانه، انا وزني تقيل، انا مش هقدر اشتغل. لا كلنا نقدر نشتغل وكلنا نقدر نعمل. انا عايزه اسالك اتفضل يعني الحته بتاعت انك ما بتاكليش عادي او عايشه على حاجات معينه، دي ما اثرتش على طاقتك او نفسيتك وانت يعني بتمر بالنجاحات دي؟ يا ريت تقولي لنا بتاكلي ايه بقى، انا عايزه اعرف يعني انت بتاكلي ايه، بتشربي ايه يعني، وايه قائمه الممنوعات ولا واني اكتر؟ هو مفيش ممنوعات المبوحات يعني حسب قدرتك. على حسب قدرتك انت على البلع وحسب الدوت يعني. يعني ايه اللي بتقدري تاكليه؟ يعني حاجات كده بسيطه جدا، خلينا نقول ان هي برضو بتدي طاقه، بس الحمد لله يا رب انا عندي نفسي ما بتروحش الحاجه.
ده السؤال اللي بسألك، يعني ده ما بيأثرش عليكي نفسيا؟ لا لا الحمد لله، الحمد لله ابدا، انا بعمل كل حاجه. يعني لو جبنا لك فرخه محمره دلوقتي انا ممكن اعمل لك مكرونه بشاميل ورقاق انا واقدمه لك وعطيك خالص. طيب خلاص احنا يعني لو كنا نعرف كده كنا يعني ناكل بقى بالمره، يعني مش قاعدين ينبسطوا واحنا ننبسط باذن الله. لا الحمد لله، يعني الحمد لله نفسي ما بتروحش الحاجه، الحمد لله ربنا بيدي الرضا من عنده والهدوء كده والقناعه، لان زي ما تقولي ده اتعوض في انك تخشي مثلا مجال تدريب تلاقي نفسك الحمد لله يا رب، وتشوفي مثلا طفل ما كانش بيعرف يعوم بقى بيعوم، تشوفي مثلا ولد كان بيدرس ومثلا ليه طبيعه خاصه ما شاء الله عليه تتعاملي معاه، عرف ينطق عرف يقول. لما جيت هنا مصر دخلت في مجال تاني، عشان زي ما بتقولي المناصب اللي طبعا بشكر الدكتور هايدي عليها جدا، فتحت لي مجال ان انا اعبر عن حاجات ما كنتش انا اعرف انها عندي. ما شاء الله. واتمنى يا رب اكون قد ثقه الناس كلها يا رب. احنا بس عايزين الوقت، فقرتنا للاسف خلص، فاحنا بس عايزين ايه كلمه بس سريعه توجهيها للمشاهدين، يعني تقول لهم إيه اللي كان عنده حلم وقفه، عنده حاجه عائق وقابله وحاس ان هو لا مش هينجح، تقولي له ايه؟ يعني تقولي له ايه عشان يستمر؟ انا عايزه اقول للمشاهدين ان الظروف او المرض او اي ضائقه كانت او اي تغيير احنا نقدر نغيره بالاراده بالعزيمه. المرض موجود والزعل موجود والتعب موجود، بس النجاح بيخفف منهم، بيحسس الواحد ان هو قدر. كمان التجربه لما بننقلها للناس ممكن كلمه صغيره مننا تدي طاقه لحد فاقد الامل، حاسس ان هو مرضه يمنعه، هينزل هينجح هيعمل حاجه، كلنا نقدر نعمل ده. التحدي تحدي النفس مش تحدي الظروف، تحدي نفسنا وبنواجه نفسنا ان احنا نقدر نعمل حاجه. والحمد لله يا رب انا قدرت بفضل طبعا اسرتي، وبرضه للمره الثانيه بشكر جوزي جدا 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 لانه هو بيساندني وبيدعمني دايما، وزي ما قلت كده دكتور هايدي وكوتش خصون برضه ليهم شكر خاص من قلبي بجد جدا جدا جدا. احنا طبعا واحنا كمان بنشكرك جدا حقيقي، وان شاء الله يعني نشوفك بعد مده مش كبيره قوي ان شاء الله، وانت محققه انجاز اكبر بكتير من كده كمان باذن الله، وجهه مشرفه لمصر. شكرا لحضرتك واسعدتينا ومليتي الاستوديو طاقه ايجابيه، وحقيقي كل مشاهدينا دلوقتي الطاقه دي وصلت لهم، وعشان كده احنا يعني فكرنا وقررنا احنا وفريق البرنامج ان نقدم لك هديه صغيره، وهي فيديو عن يعني يعتبر توثيق شويه صغير كده عن نجاحاتك اللي عملتيها، ويا رب يبقى فيه اكتر منها باذن الله ان شاء الله. بعد ما نرجع من الفيديو هتكون معانا الجزء الثاني من فقرتنا، وهيكون مع لايف كوتش نوره جمعه مدربه الريفلكسولوجي، وهي كانت معانا الحقيقه قبل كده وناس كتير فعلا طلبت مننا طلبت مننا الناس فعلا الفقره دي، ناس كتيره جدا. احنا عايزين يعني نبتدي بقى ان احنا نعتني ونهتم بجسمنا كده، فقررنا ان احنا نخليها فقره ثابته معانا ان شاء الله ان شاء الله. كل اسبوع باذن الله هتكون معانا ثابته كوتش نوره، وهتقول لنا ايه صحتنا ونهتم بيها ازاي. بس تعالوا الاول نقدم هديتنا للاستاذه اسماء، ونرجع نشوف موضوع صحتنا ده ايه. انت انت استثنائي مش زي الباقي، شايف بكره وباصص لبعيد، انت مش حاجه عاديه، النسخه الاصليه مفيش لمعت النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك، انت اللي عمره ما لحظه خاب